السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيشن السادس والأخير على الـ RTN 620، هناخد كونكلوجن عن الـ RTN 620. هنعرف المين بوينت اللي احنا درسناها او اللي احنا اتكلمنا عليها في الخمسة سيشن اللي فات، فنعرفهم في السيشن ده، وبالتالي هناخد المين بوينت ديت كريفرنس لنا في الـ 950 ان شاء الله. أول حاجة اتكلمنا عليها وعرفناها في الـ RTN 620 الباك بلين. الباك بلين الباك لحظة الباك بلين اللي هي إيه؟ البوكس أو المجازينة اللي بيركب فيها الكرود دي فايدتها إيه؟ وعرفنا فايدتها قبل كده. فايدتها ديت إن هي بيركب فيها الكرود ديت بتعمل كباس بار أو توزيع للباور والداتا للكرود كلها، بمعنى إن أنا مجرد إن أنا أوصل الباور في كارت الباور، كارت الباور ده بيوزع الباور على الكرود كلها من الباك بلين، و الداتا فلو نقل الداتا ما بين جميع الكروت عن طريق الباك بلين. يبقى هي ديت فايده الباك بلين. تاني حاجه الفان كارد، المروحه اللي بتعمل هيت اكسشينج، تبريد للكروت. طبعا لو كروت الكترونيه شغاله في البوكس ديت اكيد في حراره ناتجه، فبالتالي ممكن الكروت دي يحصل فيها مشكله. لا، موجود المروحه ديت او الفان ديت بيعمل لها هيت اكسشينج، بيعمل تبادل حراري، فبالتالي درجه الحراره اللينك بتقل. تاني حاجه المفروض نعرفه في اي لينك، سواء كان هواوي ار تي ان 950 او 620، لازم يكون عندنا كنترول كارد. كنترول كارد ده فايدته ايه؟ في ال 620 بنأكسس عليه او بنلوجن على اللينك منه، بنعمل كونفيجريشن على اللينك عن طريق الكنترول كارد، بنوصل او بنقوم المجازينات اللي موجوده في الموقع كلها مانجمنت، بنوصلها بعضها بحيث ان الترانسميشن يشوفها عن طريق الكنترول كارد. لو انا ما عنديش بي تي اس بنوصل الارمات على اللينك عن طريق الكنترول كارد، بنأكسس برضه عن طريق البورت كوم او البورت السيريال ده، وبرده في الليد انديكيشن بيديني انديكيشن ان اللينك ده عليه الار ولا لا عن طريق الكنترول كارد. طبعا اي لينك لازم يكون فيه باور كارد، وبالتالي لازم اتعلمنا قبل كده ان احنا في اللينك الار تي ان 620 ان احنا عندنا فيه كارت، لو هو 610 بيبقى كارت واحد، 620 بيبقى فيه اتنين سلوت للكارت الباور كارد. تمام. في مين بوينت اخي خمسه اللي هي الانترفيس كارد. ايه الانترفيس كارد ديت؟ هي الكارت اللي احنا بنوصل عليه داتا خارجيه، سواء كانت من لينك اللينك. يعني لو عندي مجازينه تانيه، المجازينه ديت انا عاوز انقل الداتا من عليها على اللينك ده، فبالتالي عن طريق ايه؟ عن طريق انترفيس كارد. الانترفيس كارد ديت هنعرفها دلوقتي، اللي هي ايه؟ زي كابلات الاي 1 وكابلات الاي كروت الاي 1 وكروت الاي ام اس 6 او كروت الفايبر، بننقل عن طريق دي اسمها الانترفيس، نقل الداتا ما بين البي تي اس واللينك او لينك ولينك او 3 جي واللينك، يبقى عن طريق الانترفيس كارد. لازم يكون في اي لينك موجود انترفيس كارد، وبالتالي لما نروح ال 950 هنسال فين الانترفيس كارد، فين الباور كارد، فين الكنترول كارد، فين الفان كارد، فين الباك برين. طيب في كيبل احنا بنستخدمها، الكيبل دي برضو هي نفس الكيبل اللي هيستخدمها في ال 950، استخدمناها في 620 وهنستخدمها في ال 950، ولكن هتبقى بنفس المسميات ولكن بسايز او بعدد ايونات معينه باشكال معينه، او ممكن تبقى لو فايبر بنفس الاشكال هنشوفها. الكيبل ديت اللي هي اي اف كيبل، اي 1 كيبل، كابل ايثر، كل ده كابلات احنا بنستخدمها. التاور كومبوننت، الاجهزه اللي موجوده على البرج، سواء كانت الاجهزه ديت
راوة، ديش انتنة، كابلر لو احنا شغالين 1 بلس 1. طبعا لو الاوتدور او الديش انتنة شغاله سيبريت ماونت هنستخدم حاجه اسمها الويف جايد، وتكلمنا عليه قبل كده. هناخد بس سريعا، هنمر على الكروت كده. طبعا احنا اتكلمنا على الباك بلين دي، ده البوكس، الباك بلين دي البوكس اللي هي بنوصل فيها الكروت زي ما احنا شايفين، الثمان كروت في ال 620 واربع كروت في 610. الفان كارد، الفان كارد اللي هي بتعمل هيت اكستشينج للمجازينه، ودي شكلها اهوت، دي شكلها وهي راكبه. بعد ما نخرجها بتبقى زي ما احنا شايفين كده اهيت، بيبقى فيها ثلاث مراوح، دولت بيعملوا هيت اكستشينج، بنخلعها من المجازينه بنفس المنظر كده. طبعا في حاله الصيانه الدوريه بنعمل لها صيانه، بنشيل الاتربه من عليها عشان خاطر التبريد يفضل بمستواه. الكنترول كارد زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، واتكلمنا على الليد انديكيشن، البورت شكله والتوصيلات بتاعته. طبعا هو هنا في الكنترول كارد ده هو اسمه اس سي سي، تمام. اتكلمنا قبل كده على البورتات بتاعته، الليد انديكيشن اهيت، تمام. اتكلمنا على البورت ده لو احنا عايزين ناكسس عليه او نلوجن على اللينك عن طريق كابل سيريال، ناكسس عليه عن طريق كابل اي 1 عن طريق الايثر ده. عاوزين نقوم اللينك مانجمنت عن طريق كابل او بورت الايثر ده. عاوزين نوصل الارمات خارجيه عشان نحافظ على الموقع او على طريق اللينك. لو احنا ما عندناش بي تي اس بنستخدم برضو البورت الالارم ده. بعد كده واتكلمنا برضو على كارت الباور. كارت الباور اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا عليه اسمه بي اكس سي. في 610 قلنا كارت واحد، في 620 قلنا كارتين ستاند باي، واحد ستاند، واحد مين، واحد ستاند باي، تمام. عندنا اتكلمنا على البورتات بتاعته، بنوصل له كابل نيجاتيف 48، تمام. وده ده السويتش بتاع الباور لو انا عاوز افصل الباور. طبعا احنا بنركبه، اتكلمنا عليه قبل كده، لو احنا بنركب الكارت لازم يكون الكارت سويتش الباور ده على اوف، تمام. وده الليد انديكيشن بتاعته، تمام. وده اهو الشكل اهوت، ده البورت ده هتلاقي بوزيتيف ونيجاتيف. ده السويتش، ده البورتات ديت بورتات سنكرونايزيشن ما بيستخدمهاش قوي، وده الليد انديكيشن. هنقف شويه عن الانترفيس كارد ديت لانهم كتير، وطبعا لان هواوي او هواوي ار تي ان 620 بيبقى فيها كذا اوبشن للانترفيس كارد. فاحنا عندنا انترفيس كارد عن طريق الكابلات الاي 1 لو احنا شغالين بي دي اتش، فهنلاقي في فيرجن البي اي 1 وده بيسبورت لغايه 8 ونات، وفي الفيرجن الاعلى منه البي اتش 1 وده بيسبورت لغايه 16 اي 1. تلاقي في اثنين بورت كل بورت 8 اي ونات، والبي دي 1 بيسبورت لغايه 32 اي 1. هنلاقي كل بورت بيسبورت 16 اي 1، تمام. ده البي دي 1 ده لغايه 16 اي 1، وده لغايه 17 لغايه يعني من 1 ل 16، هنا من 17 لغايه 32 اي 1. لو احنا شغالين اس دي اتش اشتغل كابلات فايبر، يبقى احنا عندنا هنلاقي اس ال 1 ويبقى فيها بورت واحد فايبر. طبعا اي بورت فايبر بيكون فيه تي اكس وار اكس، تمام. لو هو اس دي 1 بيبقى فيه اثنين بورت ايثر
سوري اتنين بورت فايبر. طبعا كل بورت فايبر بيكون بيشيل 32 اي 1، بيشيل 63 اي 1، بيشيل اس تي ام اي كامله. تمام. الجاك او الاوبتيكال مديول لازم يكون الفايبر عندنا واصل بجاك او كونكتور ال سي عشان خاطر نوصله هنا في الاس دي 1 او الاس ال 1. تمام. طبعا احنا عندنا في كارت تاني في الانترفيس كارد اللي هو اي ام 6، وكان في برضه كارد اتكلمنا عليه قبل كده اسمه اي اف تي 4. تمام. الاي ام 6 ده لو احنا عايزين نوصل اوفر اي بي كابلات ايثر بنوصل عليه. طبعا احنا عندنا طبعا ده كلها فاست ايثر، وفي عندنا بورتين في الاي ام 6 اسمه جيجا ايثر 1 و2. الكارت المهم اللي بعد كده واتكلمنا عليه اللي هو اي اف كارد، ولازم يكون موجود برضو في كل لينك. هنلاقي احنا اتكلمنا عليه قبل كده على اي اف 1 اي واي اف اكس واي اف اتش 2. لما نخش على 950 هنلاقي في اي اف يو 2 اي اس 2، هنلاقي في انواع كتير من الاي اف. بس مجرد ان احنا نوصل ل 950 لازم نسال فين الاي اف كارد ايا كان المسمى، هنعرف المسمى بتاعه. طبعا كل فيرجن من الفيرجن ده هتلاقيه ليه ميزه عن الاخر. يعني هنا اي اف 1 اي اتكلمنا على البورتات بتاعته. الاي اف اكس هنلاقيه بيسبورت الاكس بيك اللي هو اصلا الاي اف 1 اي ما كانش بيسبورت الاكس بيك. تمام. الاي اف اتش 2 هنلاقي فيه هنا بورت جيجا ايثر للتوصيل داتا اوفر اي بي. الكابلات اللي احنا بنستخدمها في الار تي ان 620 او بنستخدمها عموما في اللينكات، بنستخدم كابل فايبر، وده الجاك ده ال سي. تمام. وبنستخدم كابل الفايبر ده في الكروت الانترفيس، كروت الانترفيس اللي هي اس ال 1 واس دي 1. تمام. الكابلات الثانيه اللي بنستخدمها اللي هو الاي اف، كابل الاي اف، وبيستخدم في التوصيل ما بين الديش انتنا وكارت الاي اف اتش 2 او اي اف 1 اي او الاي اف اكس. تمام. هو ده كابل الاي اف اللي احنا بنستخدمه. هنلاقي في كل كابل فيه اثنين كونكتور، كونكتور في الطرف اللي بيوصل على اللينك او على كارت الاي اف، والكونكتور الثاني بيوصل على الاوت دور. الكابل اللي احنا بنستخدمه بعد كده كابل الاي 1. تمام. كابل الاي 1 ده هتلاقي في الناحيه ديت بيركب على اللينك الار تي ان كبورت كده، والناحيه الثانيه هتلاقيه كابلات او سلوك. السلوك ديت بتتفرم على الدي دي اف بحيث ان احنا نوصل عليها البي تي اس او نوصل عليها كابل اي 1 للينك اخر. ثاني كابل اللي احنا بنستخدمه كابل الايثر لو احنا هنوصل داتا اوفر اي بي. اخر حاجه في اللينك 620 او اي لينك اخر، يعني لو اما نروح نوصل ل 950 هنسال برضو فين الاجهزه او فين الكومبوننت اللي موجوده على البرج. هي ديت الاجهزه اللي موجوده على البرج، هل لازم هنلاقي ديش انتنه، هنلاقي راوه او اثنين او اربعه، راوه او اثنين او اربعه حسب البروتكشن. طبعا هنتكلم بعد كده على البروتكشن. لو احنا عندنا شفنا راوه مش هنلاقي، طبعا بتبقى 1 بلس 0. لو لقينا اثنين راوه زي دي كده هتلاقي بينهم حاجه اسمها كابلر. تمام. او لو كانت الديش انتنا ديول انتنا هيبقى خارج من لها فتحتين، كل فتحه بويف جايد هيوصل عليها راوه. تمام. وهنلاقي برضو براكت كده واصل على الديش انتنا. طبعا الديش انتنا اتكلمنا على البارامتر بتاعتها اللي هي الباند الفريكوانسي باند، اتكلمنا على السايز بتاع الديش انتنا. احنا لازم نبقى عارفين الازموث بتاع الديش انتنا واحنا بنركبه. الراوه لازم نكون عارفين الفريكوانسي باند بتاعها، البولرايزيشن بتاعتها. كل ده المفروض بيكون على البرج واتكلمنا عليه بالتفصيل قبل كده.
كده احنا انتهينا من الـ RTN 620، ولو في اي اسئلة ولا حاجة على القناة حضراتكم ممكن تساعدونا، لو عندكم افكار تانية حاجة ان احنا نحاول نساهم فيها نزود المعلومات بتاعتكم، نحاول نبحث بحيث ان احنا لو الناس شغالة في الفيلد وعندها اي قصور وعايزة اي شرح ولا حاجة قولوا لنا، واحنا ان شاء الله وبعون الله نحاول نساعدكم. السيشن الجاي ان شاء الله هنبدأ في الـ 950، واحنا بنبدأ في الـ 950 خلي لكم لازم يكون عندنا المعلومات دي، لازم نكون واخدين بالنا ان اي لينك لازم يكون فيه مجموعه المين بوينت دي، الباك بلين، الفان كارد، الكنترول كارد، الباور كارد، الانترفيس كارد، الكيبلز، التاور كومبوننت، لازم الحاجات دي تكون عارفينها، وان شاء الله هنبدا بيها السلايد الجاي بحيث ان احنا نسال 950 فين الباك بلين شكلها زي 620 ولا لا، فين الفان كارد، فين الكنترول كارد، فين الباور، وبالتالي السلايد ديت هتساعدنا جدا في ان احنا كمقدمه لل 950. والسلام عليكم ورحمه الله، نسالكم الدعاء.